اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرد الجويس وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن سيد ربي مشفيح دقيقا، أي مثل إن الخيار جوين إساد سمكت ضمانيك يا بنادم، إساد سمكت ذي الغارنيك، إناد أثيت سمكت ذي بلين خلق كتسيد ربي سبحانه وتعالى للعبادة. إياق يعقل العبد أيت مثل بلين أين أي سعد دين ذي ثلاثين سديد دونيث إفكثت سيد ربي سبحانه وتعالى لمهمة. المهمة يقين لقضة تزار ذا شو أهل ترى ذي المكلة كانوا كتسيد ذي يضا صغر ذي روح على الدونيث، أهل ترى ذي روح باش يعني أذي يكسف باش أذي سكوث دونيث سيغير ربين باش أذي يفنو أذي سعو أذي خذق الدونيث كامل من بعد ذي روح ذا نشتاقين. لا غير مثلا أهل خطر لا الإنسان دائما ذي الدونيث خاسر إيقلا خطر أشمي خسر ماذا قل لا يخدم الدونيث دوني ثلاثين اسم الرئيس عدتي دوني ثم بعد يجات يروح خاسر إقلا. ولكن ماذا قل ذن سيصر المهم ما ينسي وش مثل دفكا سيد ربي غير دوني لعب ذاقين يربح يفاذ إلا قد نظر المهم ما نه وش مغد دفكا سيد ربي دوني إفكيا باش ذات نعبد يقرد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية الكريمة ذك سيو كي قل الدين مرة سي كما يسدخل الآية يجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون المعنى السيد ربي غير قاعد باش الحوذة غير قبري ديس باش نعبد باش نطبقينك ندينا أثنى خدمة في منا وان الحوذ قس أن الحوث المنهج سيد ربي على خطر إذا نتساند خلقنا القاعة أذن تسمى العيد خلقنا العبد أرسى عمرا أذن تسمى إذ كان المنهج سري الحلال العبد يقارد هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها إذن خلقكم إذن وكان أفكاكم إذن بشي سيم ذي العمارة القايقة والعمارة بشذي للإنسان ذي العمارة إلا قد يسعوا المنهج سري الحب بشذي للعمارة مش الخلوات يخيو الجهل الخلوات يخيو ولكن ثم سنين ذي العمارة ولكن سيدي ربي سبحانه وتعالى مجرى العبديس باش أذي استخدم العقلس أمكان الدياف أمكان يعمر القائق إنه ولقد جاءهم من ربهم الهدى إنه في غزن المنهج إسراء العبديو إسراء الحوم باش أذي يعمر القائق. إذن أيث مثل المنهج هذا في سيدي ربي سبحانه وتعالى حشان أربح أنا أربح في الاسم ذاك لنتبعيه يقرض القويس فمن اتبع هدايا خطر يفكر الضمان أي نفق دي وعاد حشان ذاك شغط يدفك يقرض فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إند العاف ذري ثمان أبرذيو إند حشر بحر يربح أريد شفغي وبريد فلا أريد شفغي وبريد أريد شمال ذي الظلال إند يتسيل هذا الشقي ويسعى لثم عايشتين ثذر ننسى الشقاوة لبعيد غنجر بين جي مؤمن كان غير مثلا إذن سيد ربي غير فكير عبد المنهج وإذن سان إذا كان الضمان إذا الضمان أم كان أنا باش ملك لنا الحديث حش خسروا الخسارة لنا غير مثلا خطر إذن سان غير دقيقا أمش يعني أثي اللي ويكيد يخلقنا ودي في كان فابك ودي خلقنا جديك السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد كلكم من آدم وآدم من تراب سويكي كان رسالة خمضة باش تزرد سيد ربي سيد ربي سعى لحيك ماشي مغدي سكنا يا رمو ذميس وما غدي ما غدي سكنو ذميس ولكن سيد ربي يوغين غدي سكنو ذميس لحكمة ونحمد سيد ربي نشكر غدي سكنا رمو ذميس ولكن نثي دنف فعالي نسفي نفس القوان سارتي لف يقرد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وغير ثلج دنو آدم وثي دقيقة شتيني غا بنادم سعيد فافات سعيد مات سعيد جديك ولكن إنو ذني وذني ديجان يا ليون في جثدي مس الفابس ولكن يلعب هذا مزوارو ثم طث مزوارو دوار قزا مزوارو حواء وآدم وذني ديفكان إذا خذ كان عقيب اللي يكسر سيد ربي سبحانه وتعالى الإشكال الثقوية إن حواء خلق سيد ربي ذي الجانب الأيسر من آدم وآدم خلق سيد ربي كيف مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ذي آدم مرة ناكو ذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها
يخلق الجسد الجانب الأيسر خلق حواء، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كدنا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إذا ما نصر باللي خلق سيد ربي مكاز تفقد سيد ربي دخسي يفقد سيد ربي خلق القاعية جمو خلق درافد سي عمر يفقد المنهج ويسعى للقانون في فيزيسيون التبع على بلدي اشي مي مثلا تكرست يفكين يخمد يخمد في كتالوج السنه كاين خاطر لا مارشال يرتع دير فرقه تاع دي غير زيد خاطر اشي ما تخدم اخذ التبع على الكتالوج اللي نس على خاطر تخسر ماذا قال اختبي على الى اكل سيد سناكلي. ولكن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الفضل ليس الاحسن ليس يفكايا الاختيار غاس ماذا قال الساعه وجي عبد الناس وتسوي ديك الصغبي غاس فغدو بريد خلقا كد انسان تسول ولكن اسمها دغيض الورك قضيه اسمي كي خلقا خلقا الاستغفار بيدد يدك الاستغفار كان مثلا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى جد يفكيسي العبد الفرصه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه خزر ذم كذي لغيت مثل وأم الحنا عزيز نير دقيقا يقرض في استقيموا إليه معناه يفكر ديون منه جريون قضايا على سيد ربي قضايا على سيد ربي غادي يفكر منه يند ولكن صغير باللي غادي تصفى ما كان تصفى ما كان خطر إنسان الغلط قل له يند في استغفروا أشي مدينا في استغفروا في استقيموا إليه واستغفروا على خطر الاستقامة وجمالة سيد يوي الإنسان على وجه الأرض وجمالة حشى المعصومين الأنبياء الرسول ونغلطارا إذا كيف في استقيموا إليه يند واستغفروا يند خطر صغير بلا تغلطم بين قوسين يصدق تصدقي ذي تيمس لنا تزرع باللي غتغلطم فاستغفروا إذن استغفار ما يخدم العبد الذنب ما يفغي وبريد إذن فاستقيموا إليه واستغفروا إذن نحمد سيد ربي نثن شكر إذا يغدي في كان أفرين أرين فبا ولكن العبد إذا قد يستخدم اللاغيش يخلق كان سيد ربي مثتبع ذر أفريديش وتغيم الذي قاعز وستشار الرزقيش وتنعيم الذي النعم ذي النعم يغدي في كان إيه قطع قيضة كي مثمر دبغة في سيدي ربي ويقاس عش دي قاينس ويقاس لرزق نيس أرزق نيس إيه قطع قيضة كي ولكن العبد الضعيف سيدي ربي سبحانه وتعالى ذي الحلم ينسيك ساني سعى الحلم أسيغيق وغير عبد غرغور السسيني وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إيه ندن كينا غيدة فالدائم ذي قم كان مدام ودي قيضارا نروح نينك بشاذ يرفض بشاذ يروح ملك الموتى يرفذ ثبورتني ما زالت سلي دائما مثقود دار ورين هذاك قبله الرسول صلى الله عليه وسلم يقال ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغار غير ان دي قبل توبه العبد ما قال له تدق دار روح ننسى دي روح ماذا يلزق دار روح ننسى لا توبه داين خلاص ما يقول دي روح ننسى دي روح توبه ولا شيء داين يمر تفك في لاس توبه يفك في لاس الاستغفار يفك في لاس العمل مره يكشم دي دار الجزاء يفضي دار العمل يكشم دي دار الجزاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعدد في القبر جون ورقاز يمد قدغر غرسة مكسينا الناس ما يعجبوا باش يعني ما يعجبوا نسخل مما دام يكون دي الحالي جي يثلم الناس ركعتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهم هذا في عمله خير له من بقية دنياكم الناس نثر ركعات نتغوى يمكنين نصر مغولا الناس لو كنا ثكية في بغوص كي يجي نثير نو الناس ونفكك الدنيا تقينه نكوذ ونسفك ولكن هيهات هيهات أنت نتجاوز نثر ركعات انسان يزدك حاش ماذا قال له يخدم كرن الاستثمار الحقيقي للدنيت يخدم ذي في الجامع يذكر ثزمر ثيس غفل الجامع يصدق ثزمر ثيس في الجامع يصدق ينق حمي غفل الجامع يخدم عين اري الحلف لاس بعد الموت نغي جد ميس وولد صالح يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه من مال الحلال وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له يند ماذا قال لك الشيني بنادم ما يفكر روح نيك يفض يند التوبة الاستغفار يفوق في لك العامل كل شيء يفوق في لك شمط دار الجزاء ولكن ما تخدم السعيد الصدقة الجارية في حوغة أما كان المؤمنين المؤمنين أذي استقثر بإن شاء الله هذه المؤمنين الصدقة الجارية نغ العلم ماذا قلت السفر الإنسان العلم وثي قريوة ألم ماذا قلت إثناء عمر الدنيا نغ ماذا قلت إسعى الإنسان الولد الصالح اكتب عن فريد سيد ربي سبحانه وتعالى يذوينا أسي السواضنا الرحمة ثلاثة خدمتها في العالم إذن الإنسان دائما وأبدا ثلاثة الحوايج جايين إلى دائما إلى قديم إلى قديم أذي خدم في اللس ثلاثة الحوايج جايين خطر أشحال ذي ونيجي ثم سلام ثم دهنا أنا كيموت
شحال لعيبة ذيك تمرر تقصر ذي ذس من بعد وثمانين اثنين وثي دفرة وثي دفرة شحال لعيبة ذيك يقوص من رمضان يدي مسقوص يقوص من رمضان شحال يا نذي الوقت ذيك ينسى عيش نكون إلا وين مقر الموت الفجأة هيث مثلا وركذا جاي ماذا حش ماذا قال لي هلكي وين حش ماذا قال لي ينظر يطفع يطفع مطرح الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر موت الفجأة يقيم قر الموت الفجأة هيث مثلا هذه الصلاة يقيم ذي السجود هذه فا أي حال متر هذه الخلاص أتسم سلام ذي ذي سدقيف ذا قرويك أتزيادة ذي دفع ذي روح إذن إنسان ذي خمم غير ويقيم خطر ويقيم آخر الزمان الرسول صلى الله عليه وسلم يقارد بعثت أنا والساعة كهاتين إدينا الرسول صلى الله عليه وسلم قريب قيام الساعة صفل أكوين ديننا الرسول صلى الله عليه وسلم من إشارات الساعة وجد المرة قضند الساعة ومنهم موت الفجأة يقف يدره الدركة يعني قال لمورشوبيت أتقصر ذي ذي سهضر ذي سكبريد يمسل مكا ورقز ذوائي ذكا وديكز أنا فوزيز لابونينيس مازال سي ديكز ذي فوزيز يقول يقع يروح كانك يرنمي يمسل ميذا صن بون صن تقوف يتيد سيوت الصفة واحد ولكن مازال ودمي وكسر لي فس نسلم يقول روح ننزل ساوي يقنع قلك أرث ليت حركة قرآن أرث ليت الشمور اللي ذكرا أريان بدي قضي وقت ملك الموت أذي أفضى روحني أذي روح إذن إنسان دائما وأبدا أذي تخميم غروية جنات مثلا إذن المنهج سيدي ربي سبحانه وتعالى ذي الحتمية في العالم غسين أماكن يفكير ذي الاختيار قرد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكن خشيني تنفسي ثيني خد دمار الاختيار استذعيت قفريد سيدي ربي سبحانه وتعالى مولاش تخلصت مولاش تسفصت تنفسي ثيني خد تسفصت الراوي تسفصت تخامي أشحال هذه لي رب البيت تفضل الراوي تتظلل تسوي تظلل تفضل لنا ويا ظلنا نتيج نديج ورنا العشيان ثبان كانك نوري تمانيك تسفصت الراوي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا جوير دارو بريد سيدي ربي نستبع ذر وقالو بريد سيدي ربي حتى شميثنا في بريد الدين شمي الرسول صلى الله عليه وسلم ندمروا أولادكم بالصلاة على 70 وضربوهم على 10 إن الدين سني ورون ونتظلن في 7 سنين ندو ثلاثنا في مرة وضن 10 سنين ماشي تشي ذا ميسا تهضط أطارزض مغا ترهض أتسفصد مري الإنسان المؤمن ويسوى ذر باش هذي يستخدم العنف سيفا السنة يستخدم سيميا هذي اندها بريد خلاص فران هذا شيء غوي ولكن باش تجذميك هذه الشهر رمضان ما غادي تزيد تصلى لا تصغي مظاري صغار الطبيعه ثقيت فاضز لي سيدي ربي دخشم و سي قال واش داك خير كوين الا تحت مسؤوليتك الا قضيت العام فريد نتبع ذاك ذا فريد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى اذن المنهج سيدي ربي سبحانه وتعالى اذ كان في باش اذن الحويس أذن الحويس ذا حشمت دينا دو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خيق غادي يعبدوا باش يدوك فريدي ولكن السقسي غير قال ولد دارت كوفريديس ام كيف فاطم سلسل حاشا خسر يخسر حاشا رواح يروح الواليمين يون اف كيس سيدي ربي الفرصه سبحانه وتعالى يقيد الورس يون يظن يموت غا في الكفر ذا النفاق يموت في الشرك كل يوم يمشي يموت ولكن اف كيس سيدي ربي باش اذن تبع افريدينس اذا قلنا نخسر انا في مدينة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يفرض في الله اين منجمير هذا سنوخر اي خطر موت تبع ربي ربي خسران خسرني كذي وثبي على فريد ربني ذا فغن خسرني كذي إن حارف أخام قوي ذكي تسن شرار اكتسان الخمارات تسوين دم عايش نسندي الخمارات وينك حرما إكذي كثب عن البعيد غن جربين جوي مؤمنين حاشنا فريد الفسوق خسرت سر أرودا أرودا يزمدي تما قليل من يسدي جعلو ثيوغ ولا ولكن في مستكر ذكي سنسايد صالصا وزرارة خطر الإنسان ما يحميك أربك يسكن لعيوبيك ماذا قال لك شيت سما قيض لعيوبك لعيوب خاميك اكسكن سيدي ربي لعيوبك اكثني سكن ولكن ماذا شي نتصل هاي دي لعيوب الغاشيه لعيوبك هذا الصوت وتكرر زوز زرضان اذا تسدو بعد غير جربي جي مؤمنين اذا كرب وين نثبي على بلد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى فغر وين ندير ذيك في غدي حتشم ذا حتشم يديني الا قد تبع ما بريدينو ما نخزري حتشم غد عين منجمير انا لسن وخر اما كنيني حتشم مثل تمرد في بريد سيدي ربي إذ كيك دبريد سيد أربيني يكون الثبعيث ثلاثة صفة تبع غيرها إذ كد الأكسجين تنفس لسنة لكي تنفس على الأكسجين فاتق في غيرها التمر دغ في الأكسجين وتنفس غيرها ولكن هذا يغمز مرضى أتسقم ذو تنفس على الأكسجين أتكفر إذن الإنسان الذي كفر ذي صحين سموه تنفس على الأكسجين ولكن الذي كفر ذي الروحين سموه تبع على بريد أربي
موث في عالم بريد ربي يزمر يفيد وين يموثنا خير ولا وين يموث في عالم بريد سيد ربي. خطر الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد العرذون في عالم إن الرجل الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخارب أم خمني البعيد عن جربين جل ممنين ثوث كن قارك أن كنيس القبيل ثوث تشت أتصفضي يكشمي وذاذا كوش قيخ ثوثوني تسيست مرة خلال العبدون في عارف إذا ربما يسعى القرآن الكريم بيسا كنا تفقت مثال ديس. إذن العبدك في عارف إذا سيد ربي ذي الحي العبدون في عارف إذا سيد ربي ذي الميت أكيد إنه خلق ماشي ذي عبدي دينان ذوين يغدي خيقن يغدينا إن أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كما يتمثل يقرد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الجويس إن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم خذرت كانت سجرت بين قوسين الفعل جنبي دخمك بين لما يحييكم خمس ستار سودا إنك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إمدي فكسد ربي الأمر بشد يستجب العبدش إذن العبد جن على طرد الحين ما شيء ذي الحي كله ذي الحي إذا الحي ولكن كذمن قرصاني الحون يسوزورني سلحون يقرض لما يحييكم المعنى ينس ماذا قلنا الأثبي على ربي سيد ربي أقلك صاريو ذي الحياة تصير صاير الحياة الجسدية نا الحياة البهيمية أين سعى الحيوان ذي تصير أكن يسعىش الحيوان ذي تصير ولكن ماذا قلنا كشيء استجب ربي سيد ربي أقدي في الحياة الحقيقية والحياة الروحية ذي كيف الدقار استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يجعلكم أحياء إوين أكون يرد الأحياء يرنان وإذا كنت نعمده دار ضمير المخاطبين ذي الأحياء ولكن أحياء جسديا فقط ذي السنس كان يقول ذي الأحياء ولكن يمدل لما يحييكم بشون دي فكر الحياة الحقيقية ذي الحياة الروحية أكان أيث مثل إذا السيد ربي سبحانه وتعالى يحتسم هذا أين منجمير لنا أذى سنوخر ولكن يحتشين أن الإنسان ماذا قلت تمردد اختشينغار ينضر ماذا قلت يعني سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يخذ مك الفرصة فقيد غرغور سوق الذي فغروح نينيك فربح التوفيق ماذا قلت اختشيني ثم مضغى في الكفر في النفاق في الشرك وليك يخذ مرأي وليك يخذ مرأي ونيد مثل خمام أمكاة قفيد سيد ربي سبحانه وتعالى إذن ديننا إذكاة ضد المنهج أمكالا نيحو ديننا ضد المنهج أمكالا نيحو باش ستان كود امكاري الحلعة في الدونيث ونهضر يعني في الدرس الدرس قاعدا ولكن لا بأس ان يخذ مكاش لا المراجعات مش تطح ند بلغ ديننا يمكن يخذ مسيد ربي ستان كود باش اثناقي انظر يخذ مثل الشعائر الدين اولا اين مقارن العبادة الشعائرية الشعائر الدين سازاليد الزكاة الصوم بالحج ذيني لن يرغ سيد ربي ذي الحق لن يرغ ذو خلق يرغ ذو خلق ويخمد العبادة التعاملية أين لن يرغ ذي العبادة أي خطر الدين سيد ربي كان عارف ثين كنين ظل ثين فزومم فزكيم فحجم البقية خمسة كون كوني عجب لا ويقيد العبادة نو إذا قد يلي الصلاح ذي القاينس ذا ذي الملكين سي القاعية العبادة قيد العبادة نسي يفغى تسيلي له نقر الغاشي يفغى مادي عدية ولا ذي سلم فايض يفغى مادي عدية ولا ذي خزر يون أسدي في سين وذميس أسدي صغار غورس أدي سلم فلاس أثي عيون أثي يرفض أثي يخم الخير الوالدين سيد يخم الخير الجيران سيد يخم الخير الدشرة يقيس عيش سيد يخم الخير وذي السنة وذي السنة باش تسيلي له هنا ذي القاع الدين النار أي مثلا يفيد فكرة سيد ربي ما كنت تخمم من كار الغاشية السنة ذو حد صلت 70 سنة 80 سنة سنة عدد الظلم كنا اللي يفغور بي اللي يفغور بي محسوب هنا ما أجبس هذه الظلم ما أجبس وتظل لكن حاجة حثانوية سي الشقون دار غروس ولكن أين لند الحكمية الحكمية ذي الحكمية غير مثلا يفكثت سيد ربي باش هذه للصلاح ذي القاع هذه اليوم وين الهندي القاعة هذه اليوم ماشي للفساد سيد ربي يفكد القاعة يجي يفكد على هيئة إصلاح ولكن يقرد لعف ذيو والفساد هذا ذيك شكتين مدس قذر الإصلاح داخليس وغير كدس خدم هذا الفساد يقرد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وإذا قرنا خذ زمرة سيحوض في السياحة سيحوض ولكن غور كانت تفسد وكي خذ مرة اللبوينة ترسيتها نتوح تلنبوين التفاتينة نتوح ذا ترزر كشتش جارد الحاجة كساين مثل مغض تدم الضزر وترزر نتعديني غاشي تسوين لا تفات ولكن يون اللبوين ذي ثوذر ذينك أكد صدق اللبوين غريث أريث صدق إذا قد عقيدة كينا ما في لذ قفري تصر صد خضم الذكران أري عقورني غاشي وركت جارد الحاجة كساين فلك أقلك يون وريد دخل تذاتينك صدق إذا كعقور تذاتينك إذا قد المؤمن اللي قد وناديك أدي فنا فريد
شعقر ولكن ثقة هذه العبادة ده عندي يفضل لنبولي تسوى كسب ساد دينا ري غاشي هذا الحسد يقول لنبول بلا ما يشاور دور حاف يخدم باش هذا عندي غاشي دي تفت الرسول صلى الله عليه وسلم يند ولا العبد يند يدور ذي الجنة يند فوفور كنت جراغي يفديد القفريد يعقر الغاشي يكسيت ديار ذي الطرف يند ونيت السبين سباشي السبينس دين النغذ واجي دين النغذ يهنا دين النغذ يصيح دين النغ فما غير تكشم جهنم فتمشيش تسعات وستفكاري مكيا تحبسيش دي تخانت وستفكاري مكيا وتسجينا تشدي برا ورسكي مكيا غير ميثموث تشينا غير تسبت كسي تكشم جهنم قرد الباغية من بني إسرائيل ولش كران الفجرات الغدرات ويخذي مريع ذني ولكن يفد أقجون ذي ألي تخبط ذخل ذكري نغذ فاذ يكسد الحيلة يفكيسي ورمي يروان اسم حسيد ربي الدنوبين فما بالك بحقوق الإنسان فما بالك سيد ربي الرحمن سيكسانا في عفدينس إذن إجماك من آدم أولا بعد إجماك ذي الإسلام إنما المؤمنون إخوة خمسي خير أهدر سين العاين ماشي كتشك زمانات سلبح ذيول ماشي كتشك زمانات صغضي ذيول ماشي كتشك زمانات صغنو ذيول ماشي كتشك زمانات صفقر ذيول خدمين إلا دل مجهودي كاكن دينا سيد ربي سيد ربي دي لهيديك هذي الفتسون دينك ذا سول أكس سربح أكدف كذ أكس إنيك تبعيد خدمك نيك دنيا أكس ده شخص تكشينو وتسمى قرارة وينك أكس ده شخص تكشينو تبع كل حاجة بريديو إذن سيد ربي الخالق في كير دينا باش ذي ليل صلاح ذي القاعة وذي ليل هنا غير الغشي بدي أتسع ديضا فيوني العرضة تخزر ذا مديري أما أتسع من نظر أما يكرسوني ماشي كان دنيا لك يكرسل فلاس يكرسوني فلاس أتسع جارضة وتتسع ديضا رسعد ده شو المشكلة لله ولكن أكن استرغ أكن استغضي الشرح نيل يدي وكان ما كيدي خزرك ني اكني غير تسس الذنوب في الليل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا ابتسامة في وجه اخيك صدقه ما صد غير ود مش السلام عليكم ورحمه الله اقدير السلام عليكم ورحمه الله ديني وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ذن فرق يهنا فرق صدقه ابتسامه ما صد صدقه خزرت كان انا يوم القيامه غزلت سيدي ربي غنوالد شو غير روح ندير الاجر الحسنات ذين يقبير ياقي انا في العبد ذني غير كيف كان زالي في كي تصفضين سيدي ناثي جندي العذاب الجهنم اتصفد العمي وفمصر وذكري ذاتي كسمي وفدك ماشين شيم اذي وثم كاتي شوير السلام عليكم اصير الصغار وذميس اذي يخدم الخرس وين مكزمر اذي يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم يقال اتقوا النار ولو بشق تمرة اين دو خارت جهنم ولو كان ماشي يون وثمري وسيرك ماريس امر وستي اثنى غموز امر ويس اربعا وثمري ايشي تزمر دستر ورد جهنم ويجمع لك تجعل سيدي ربي سبحانه وتعالى كالسن في العذاب في الناس خزر تيد مثلا الى قن الانسان هذه زر بلي ديننا غيف كثير باش هادشي اللي له هنا ضيقة وناديين بلي ذي العكس انا ديال ديننا ويزرى هذا الشيء ديننا باش شوف خزرت كلام كي ينزل يقرد اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يفذد ديننا يفذد سواء اقرأ غار اسي قدم ده كاريونا تكتب وليش كان الحاجة ما نسي اسي دي بذا ايني اندين لو كاريوني لك وين نديري لندينا عندي القرايا إلا كان بين نديري لندنا إذن إلا أنا أقلك أي مثلا باللي أنخدم المجهود إن شاء الله بربي أكون نتسفغاري وبريد سيدي ربي وين وثم كاردنا وين أما ذي العبادة إلا تحت مسؤولياتنا أما ذوي ذاك النيم ذوي ذاك الدموقرد تولن النظرة أثني دنهذون أرو بريد سيدي ربي وذي يقفك جعل سيدي ربي سبحانه وتعالى الدعوة أرو بريدس أغلى أغلى شيء أري يخدم الإنسان ذي ثلاثة ثلاثة ما تدعو ذيون أرو بريد سيدي ربي يقارد ومن أحسن قولا ومن أحسن ما دين أحسن معناه اسم تفضيل فضل أحسن ولاش كالقويني لنا أكثر قوي فضل ومن أحسن قولا أني وذا ويكي فنكو يهضر الدنيا كامل ومن أحسن قولا ممن دعا إلا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أني وما ولي فن ما تدعو ذي العبد يوني عبد الوليد سيدي ربي ولاش دشي ذي فن حاجة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد لأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ايوني يا عبد ماذا قلت ان هذا خطر لقد نكون ماشي اسن قرا ودي تقد على واوي ورزق باش كنتي السفغه تدقمك ذا واي العايغ ضربات السيوض هذه
إلى قناعة كيكيين ها أسمينا قروح سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم إنيس يمرت السيد ربي سبحانه وتعالى غذي انده ذي الكعبة غم يكفوك الكعبة ذي انده إن الله أمركم بالحج فحجوا إنيس سيد ربي يمركم الحج إنيس حج إنيس أنا سيد ربي انده سنين غد الدنيث مرة يمركم السيد ربي الحج لقد حج إنيس كتشوف غيتي دقميك إنيس كتشوف أسك شماري كسمان العفذر ديال النماث إلى قيام الساعة تسوض غير القرن القرون ديال الدون مرة هذا سنت تسوض كتشوف هذه الحاجة اللي قميك هذه تسوض هكا قايت مثلا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرض لعن يهدي إن الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يوني يعبد ماذا قال لنا يقدد ووينين تسوف غطيت سيدي ربي هذه استثمر وينين دخل قميس دخل قوينس من بعد ماذا قال لنا يكشف دخل الإسلام وذيك الشيء السبا إن دخل قوين سيدي شرقيط الحاجة ماذا قال يغير هكا قايت مثلا إذا ديننا الأكاديم أخذ زرت كان ما نمقيش الشعائر الدين أما كدننا شعائر الدين تصمر مرة باش أذيل وين العاين ذي الدنيا خزرت كان الند ونهضر دفايا ودين عيوذ إذا فصلت سيد ربي سبحانه وتعالى الشعائر من شعائر الدين ذي المثل يند إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فصليت وننتظر بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر وننتظر لنا الكافرين دين الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا عقيقا وشن دويرا رغم كاس نحول الحديث أجيب باش يعني غذي مثل عفظ بلا تصليت أخزر ما تشدو ضغريونا كي حاسب يعني تسمي العيضة رئيس أن دات فاطم سرتك إذن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن التصليت سجنق لني يروني ذي العلق الشعائر الدين ذي الخوف ذا ذكر ذي ذكر وعقم الصلاة لذكري إن دات الظلم باش يدمي مكتيم أتحجم بشيد مكتيم أتزكيم بشيد أيد مكتيم أتصوم بشيد مكتيم ومرد المكتيس ذي ربنا في المكتيس ذي العيفة ذي إنسان أقول ذي العيفة ذي إنسان نخدم الخير ذي العيفة ذي إنسان ما كذا نهضر وقوي أكيد مثلا إذا الشاعر الدين ذي لن يرى ذي ربي بشيد ذي المكتيم من بعد أن نخدم عين لن يرى ذي العيفة بشيد نخدم الصلاح نخدم عين الهان أن الخلق العلاقة في العين كيف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له مكد الهرى تصلي في كفين ديرين في الفحشاء والمنكر يارك ذي العباد يندل فصلي فيكم قبوتر وكذلك الصوم الصوم الصيام النظام ولكن اعترض ذي المكلة اني انا كنت سيف كان لا يفتل الصيام ذي قبل ربي ان شاء الله الصيام النظام ذي قبل ربي ان شاء الله القيام ان اخدم فوذ ميس ان شاء الله تجعل ربي مخلصين لله ولكن الصيام صيام الجوارح صيام الجوارح ماذا قال لك شنو تفضل الجوارح انك صيامينك مقبول ولكن من خزرت كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيدينا انك من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشربه ونتخرر غير الفحش للكلام ونتخرر ما كندلنا يدينا الرسول صلى الله عليه وسلم ونتخرر الكذب الغيبه ذي النميمه ذي النظر عن السوء ذي اليمين الكاذبه ذي الفحش للكلام يند ملك له التخرر يند يجي مرس في دار الصائمه ما كانوا يزمر اذا صيام الجوارح إذا الصيام باش يستعلم سيدي ربي الصبر يستعلم سيدي ربي الإخلاص نخدمي تفوذ ميس باش أفيد المكتين أكلا نخدم المعاملة العين غير غدي عيبة أكا قايت مثلا ولكن أثنى الصيام لنا رمضان النظام الصحالي أنا السمانة قاعدة هذا أسأل واسقي الجماعة يروح إن شاء الله غادي تسافير سكواس الخير وعلى خير إن شاء الله إن شاء الله غادي يقبل ربي الصيامنا وذي القيامنا ولكن ذا شدي يقول عند الصيام النظام إذا كان خزر ذا شدي يقول عند الصيام النظام الصيام يفوق ولكن ذا شدي يقول المقاصد الصيام يقول عند مرة كرقوين دنا الدار كامل يقول عند مرة على خطر الاستجن إن الصيام يفوق خلاص 30 بوسان ولكن الشهادة إن تقوى قال طارت قوات سيدة بلادم أنا خزر من ناضي شيء نغير ندقنا ذي الشهر رمضان أي مكفوك رمضان أهل طري لكرم العدة ديرين يقف حنان وخرست أن تخري الكثاب أن تخري ثقرضان تخري مشكد يثفغ قفريد وين تصفغ قفريد سيد ربيع أهل طري السيارة ناضي تحسن أم أفزيك الحال شوي قصة زرت الصيامين كيس كي قد الدك كبنادم لغيره أهل طري السلوك إنك تغيرا أو أكندك شمض أوقف يا رمضان ذو ممكن يكفوك رمضان أهل طري لك إلا كان إيقن غيار ديك شوي قن غيسا زرت الصيامينك ماذا قلنا يخدم يستخدم ديك نغير أي كان غيث مثل إذن المقاصد الصيام
ذوقين دي يقولن أنا عشي إيسن حشمة يغيد رمضان يهدون إن شاء الله يقرد يعيه الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أكيد عيث مثلا إذ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ويجيني نسعد في الشهر رمضان ولكن مدين لعلكم تتقون التقوى ذي الشهر رمضان ولكن بعد رمضان الشهر رمضان يخدم في بعد رمضان يخدم في 11 الشهر يهدون التقوى دائما تنسوي الجوارح نينا دائما نتصدف الجوارح نينا دائما انا قيم في الناس في الجوارح نغ وتصفنا لي وبري لما دي فسنا غذي ضر نغ ذل نغ المكر الحرام ذي كثب الخيانة الأمانة أكو أين في دينها سيدي ربي سبحانه وتعالى كامل إلى قد ثنوين سوقي مقال شهادة التقوى إذن المقاصد رمضان ذويجين إسرن عيش إسرن عيش إيه مثلاً نقدر مقاصد رمضان أما ذي التغيير من السلوك ذ الصحة عن بنادم أكذ المغفرة عن الذنوب إذن أنقم دائماً وأبداً نوخر أفريدن ديرين بس إذا غافسي ذي ربي سبحانه وتعالى عن الذنوب النار ونثبع دائماً التقوى أن من المتقين بس ونصفر أمث مشيتنا نقول إحنا كنا غافلين الرأي حشم ذي الغصد يضعف الإيمان ولكن حشم يقول رمضان أثنى عمر ذي من جديد أكنا يتمثل ذا اشتاقين إلى أن ننظر بلي المعاملات إدي قوم ذيكنا رمضان إلى أن نحارف في اللسان أشي من الرسول صلى الله عليه وسلم يتوصي يقردو صومث بعد رمضان إلى قد صومم ذين ألي يخذ من الرباط غير الشعائر الدين أكذ المعاملات أذي قيم دائما المعاملتين كذا قيمة الصيام دائما تسوي الصيام يدك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد من صام رمضان وستة من شوال كأنما صام الدهر كله كما صام الدهر كله أمين يزمن الزمن مرة وين يزمن رمضان ستة من شوال يصير الرسول صلى الله عليه وسلم يتصوم يخميس ذو الاثنين يتصوم الخميس ذو الاثنين يصير الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد ولو ثلاثة أيام يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الغفار رضي الله عنه إنه أوصاني خليلي بثلاث إنه ثلاثة أيام الصوم صوم ثلاثة أيام من كل شهر إلى خمس صوم ثلاثة أيام من كل شهر الرسول صلى الله عليه وسلم يتصوم التاسع والعاشر ذي عاشوراء إلى قدم صوم الرسول صلى الله عليه وسلم يتصوم ذي عرفة إلى قدم صوم ذي عرفة على خطر ثقي ذي النوافل باش أنسمي للثذر ثنغ مرات صيامك وتعد ما تصوم ذي اثنين ذي خميس أقلك الأسبوع دائما تصرى جوضة من مريو ذي وذي اثنين تصوم باش ذي خميس تصوم وما ذي تصوم ذي يومين قدي السمانة أستقر دائم إني صائم وإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب وإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم ماشي في دينا لك أنا في رمضان فليقل إني صائم ولكن في النوافل ماذا قلت تصوم ذي خميس ذي اثنين كذو السنة قلت درنو ذاك أيام البيض أن تصوم العام أين درنو زيادة النوافل السنة إني صائم كان يتمثل باش يخدم الإنسان الرباط غير المعاملات أكل الصيامين مدني أن النوافل ماشي النوافل ذي الصلاة كان يثلا خطر مدني أن النوافل ذين إلا نيق الفريضة فك الفريضة غين ترد زيادة تعتبر النوافل تزكيض الشينك تشوفوه 2.5% يوسكواس ولكن ترنوض زيادة الصدقات النوافل تحج الدفريد وين الظلفر وين ترنوض زيادة النوافل ترنوض زيادة النوافل رمضان تصوم ذو الشهر وترنوض زيادة النوافل وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى حمل لعبدك يخدم عندي النوافل ما قيز هذا شي دين الرسول صلى الله عليه وسلم إنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما تقرب إلى إدينا ولكن بالحديث القدس إنه يروم فنت دقيقا سبحانه وتعالى إنه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به كنت بصره الذي يبصر به كنت يده التي يبطش بها كنت رجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن أعاذني لأعيذنه إند الرسول صلى الله عليه وسلم إند سيد ربي ذي الحديث القدس إند ولش لشك زمر العبد دي تقرف غرغورا أكثر من الفرائض إياك والفرائض أسيين دي قيف الخطر شرهد دين يغيد غرغورك خطر إنسان إيمان يزيد وينقص أسيين ريزاد ميح نلقى الإنسان ذي بروفيتي ذي النوافل وين مكجمل ولكن ناس يغيد يسال على العجز يغيد يسال على يغيد العجز في الله يفهجر أتصل الحوايج يدغلين فلس أياك والفرائض
وركك رحت الفرائض الفرائض قيمة أماكن دي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يند ميد اللي ثبورتنا الدين في الله يند دينا بروفيتين بروفيتين يند ولكن ماثو ولكن نظن أياك والفرائض الفرائض دائما العاشي منه في الاسم ولكن النوافل زيادة نارت يالو العبد إذن الرسول سيد ربي قرد ودي تقرف العبد غير غوري شواشو إنه أين حمل مرض الفرائض ما دي تقرب يسيا دي تقرب أرغوري ها إنه دي يقول كو حمي يغذي عبده ما دي تقرب الفرائض إنه دي كمي خسر ثانم كي دي تكمل إنه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أدي تقرب ما تزلط زيادة من بعد ما تصوم الزيادة ما كدنا هدركة ما تصدق الزيادة في الزكاة إن دوما لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إن دحش محميض أدرس الحب من سيدي ربي في الليل ما تخدم النوافل أما كدنا نكد الصيام مثلا كدنا دركة مرة نقف وقع نيد المناسبة فهذا هدر غفية فيجين إن دحش ماذا قلنا إن جلد الحب بينه في الليل إن حتى أحبه فإذا أحببته إن ماذا قلنا حميض كنت سمعه الذي يسمع به إن ذا ذي لغذن كي تسمع إذا تسمع أذي اللي سيدي ربي غذن تسمع إذا تسمع إذا سارة الصلاة سبحان الله العظيم غجع يا ربي ذيك سنة مثلا سيدي ربي غي سارة الصلاة ماشي كان ذا ديفلوبي غي ديفلوبي سمعنينك أتصلى ذين أقبير يعقي ولكن سمعنينك كي تسوي القرآن الكريم كي تسوي حشم المجالس للعلم كي تسوي حشم سلين العاية ما تصلى سيدي ربي إزمن ده عدي العبد سهين أنا ده الدر من الفواحش ذي المنكرات ولكن الصلاة ركش حسين العيمات صلاة حسين الهنا كده تسوى حسين يحب سيد ربنا كده تسوى ولو كان ذي هذا العبد سيا قرين يحب سيد ربنا كده تسوى بس أكيد فرح سقويني سوى جسني لسيد ربنا سمعين سمع الصلاة سيد ربنا ينادي سيني سري تسوى العبد وسيد ربنا ماذا قلت تسوى ذيس خذرت كان سبحان الله يثمن غجاء يا ربي ذيك سن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله إن دعشت من هنا في الإنسان المؤمن إن دي شوية صنور سيدي ربي ماشي تشوال نسيسيك تشوالي صنور سيدي ربي هذا خطر إنسان نور سيدي ربي ما يخزر العبد ماشي دي عبد نيك شوية إيك شوية نخيل اسم الرئيس الرئيس نحو أين شوية لا يغشن إيك شوية اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله والنور سيدي ربي غيسالة شوية أتفهى مذك أكسيو سيدي ربي فهما غذق يقوي أكسيو سيدي ربي تلاوة القرآن غذق يقوي أكسيو ذا ربي الحاجة نين أهذا دس صعب أفل عبد بشادة تيسين كتشيني أكسيو ذا غذق يقوي كستيسين حفظ القرآن الكريم هذه اللي العبد يعرف الناس حفظ القرآن الكريم ماذا يحفظ ولكن الإنسان ما يتهاون في القرآن الكريم ويمشاله وذي عيثاله إن شاء الله نتمنى الخير ذا البح إلى عباد إن شاء الله نتمنى تسي وضربين الولى وإن شاء الله الشباب النار باش نحفظنا القرآن الكريم ولكن الإنسان ماذا قلنا يسعان الإيمان سكويس أذي قفلس الإيمان ننص النور ننسي ذا ربي يسأل ويتمقاي المصحف الكريم أستسكشمر دخي قويس أستسكشمر إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أكجن أيه مثلا يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذننا أخلق دقيقا إني سوى كنت يده لا طيب تشبها ذا فوسي سيد ربي غير سعدك فوسيك سعدك فوسيك أشري يخدم وفوسي سعان سيد ربي ذا شري يخدم حشين العالم غير يخدم ما في قمض مية القيمة تدفونا كون ما في أين تبغو تكتبو تضيف هذيك شي وقال أين فريال شوف فوسيك مرة دي فارا كان سيد ربي قاسم في الناس أكل بقون ذا ذكر ذا فوسيك حشا ربح أما ذكر ذا فوسيك ذي شوية تضي وغان ذينا 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 أريس ذهش الغير نظن أكل غير مثل أخزرت كان أردي قال وكنت رجله التي يمشي بها يند ذلك ذي ضرني سيساري الحوض أتصال سيد ربي ذي ضرني كيساري الحوض أوان ذلك يوين أكيوين المساجد أكيوين المجالس للعلم أكيوين الحبيب سيد ربي أتصح ذا الغوصة في الزور باشي كيكي سيد ربي سبحانه وتعالى الأجر بالحسنات أكيكي في سيد ربي أين فاتر بحد دوني تكي كي فاتر بحد يخار تكي خزرتهم كده أم كيسي تكمل الجائزة نسير نو إيا إيا عبد جنري لنا كان إنك ولا إن سألني لا أعطينه ماذا قل في الدفس صغر ورد ينف كيد سنا يربح أقيار غورك يند ولكن ماذا قل يوجد إلى الحاجة يقول كذا أذي تخشى على سيدي ربي إذا تخشى تخشى على سيدي ربي ما سيكسي لكن يوجد كنا ذا ستيكس خزرت كان رجع يا ربي ذيك سن جميعا أي مثل إذن أماكن إنك ما إلا سيدي ربي ذيك أنا وكز وينك يزمر وما إلا ماذا قل سيدي ربي سبحانه وتعالى وإلا ريديك أنا وموك نزمير هذا
إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إذن ميل لسيد ربي سبحانه وتعالى ذا الإنسان المؤمن أن ويسيز مرن حشيني لهنا ديزين غرس، ولكن ماذا قال لي قيف قارو يسي قيف يسي سعر ريسي سيد ربي سبحانه وتعالى ذا شو يسيق من الإبابيس أند ديوث وضغة دي الحق أند ديوث وسميضة دي الحق أند ديوث وين ندير دي الحق لبعيد غنش ربي جي ممنين أغي جعل ربي قيدك نيا يسي سيد ربي يسن أي مثل إذن أنفرس مثل غص رمضان يجي، ولكن إن شاء الله هذه زفلنا إن شاء الله سالخير دي هنا إن شاء الله، ولكن يجي سيد ربي النوافل لقد بشد نقار رمضان. رمضان دائما يذن غيكس عايشين مرن تصوصوما ما كان دننا ستة من شوال ثلاث دن خلاص، ولكن الخميس الاثنين اللان ثلاثة أيام البيض اللان ثلاثة من ثلاثة أيام ذي كل شهر اللان. خزرة الرسول صلى الله عليه وسلم كنت قال إن أفضل الصيام صيام داود، إن يصوم يوما ويفطر يوما، إن أفضل الصيام يصوم داود، إن يصوم يقوس يفطر يقوس. سيدي ربي شنو سيف كذا الجائزة إذ كيس تعرفوا سيسا ما كنت دننا ما كنت دننا خزر كان كنت يده التي يبطش بها مكتف وزاي وزايري اللي غادي يسعوا لي باسور ناقص سمك يفسني كوز معناها في الجذن اتيخ ما كاتي عجن اتي عجن. سيدنا داود عليه السلام خزر يصوم خزر الصيام ذي القوة صوم وتصيح خزر كان كي يخدم سيدي ربي سبحانه وتعالى الشعير اذن ايث مثل أن أكان وين صيام طول العام حش ماذا قلنا يغيد رمضان صل فضل ذي حسنيس أي مثلا القرآن الكريم يسعى لعلاقة الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يفكسد ربي الشهر رمضان القرآن الكريم، وكذلك النوافل أريزم العبد طول العام كامل تستوي كنكنس القرآن الكريم. إذن ثقويا دنكوني فلنا بلين أنش تعلم الرونغ القرآن الكريم أسن تحفظ الرونغ القرآن الكريم المستقبل القرآن الكريم أيث مثلا إذا قغسنا إن شاء الله تعلم العلوم مرة تعلم ديكسن، ولكن أياك وإياك ذي تعلم العلوم النظام هذه يجي القرآن الكريم. أما إنك ماذا قال يتعلم يكن في غد دبلوما ليس أو بيس، ولكن ماذا قال يستنار القرآن الكريم يحفظ القرآن الكريم. أما كني أسف كذا كني ثكر وسنين ثكر لما ميور هو ترى أسف كذا بيس، ولكن أنا تحت شمضة ذي نهار يلو يسعى على البيرمين ويستنار الكود أتشك شمضة على داخل خزر ذا شندات فاطم سلتينيس هذه السفسد ثكر وسنين هذه السفسد يمانيس وهذه السفسد الغاشي نظر ويزميرا العبد هذه استنفع سلمتينس أكني فغيلي أكني فغيلي هذه استنفع سلمتين اسمه موسيلة للقرآن الكريم. إذن تقويا دنكوني ما خزر اخشيني نواني قارن دي الجامعة قارن دي الجامعة العلوم يحميثنا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يندوني تعلم من اللغة القوم من ذي لهم منسل 17 يوم يسيف كان زيد بن ثابت اللغة اليهود يحفظيت الناس يا زيد الناس اللغة سنقة سنسي الناس إياكس اللغة غورك غورك يفكي 17 يوم يحفظيت. إذن مشد أكديني ما كنت سخمي منك كران العقول ذس حيث أخر نوي ذاك نين على خطر أكني نويت بعد القرآن الكريم وثقر ضرين النظر. لا يا أخي من شفت تفوض الطبيب حامل القرآن الكريم ولا تفوض الطبيب وتحفظ ضر القرآن الكريم، من شفت تفوض المهندس ذا جنيور تحفظ القرآن الكريم ولا تفوض المهندس وتحفظ ضر القرآن الكريم، ولكن كشين أنا بنادم وتزر ضر ثم سلتاقي حشان ذي يفوض ميك نين يفوك أم بعد أتخزر أم كان يخزر ذا بس نين غيم مسني ذا شو أتصفض ولاش الكود اللي سالتني يسين لكن بس ذي مس أثني يوار وخام جم غرض ذا حد يخدم ذا حد أثني يوار أثني جو حد سن هذا حد يخدم يعني غران فندي الجميع أشي من على خطر وحفظنا القرآن الكريم والسنر وقضى ربك إلا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن أنا أي مثل أنكس الخلفية يجين إتقارنك يجين في الدين النغبلي ماذا قلت الزيادة القرآن الكريم وتسن ضر العلوم نغدي موحة وان استقيل قتل إلى قتل كسدخي الخطرنا أن ماذا قلت كتنا تحفظ القرآن الكريم ثبعات فيذن القرآن الكريم أتسرد المغناطيس العلوم مرة ليمون أين ما قال الليمون أتجب ذاك ما تجب ذاك الليمون أتصر صدق غبارني جوز زي صدق ذاك يجب ذا الغرس أين ثفغث في مثكش ذا الغرس دم زوارون على تسبح على تسبح. إذن أيها كانت تحفظ لي بولي كوبي نيم يجوز إنك نيم هذا ذاك انتار حفظت الكامل، ولكن ثكثني جوين إنك نيك دخيق إنك نيم أتجب ذا سيارو غبار دخيق خام. إذن إلى قص أتميز ذا الغرس تجين بش أما ذا الوالدي نذر بحن أما ذا الدرين نيم نذر بح أما ذا المجتمع نيم نذر يربح حشين العادي نذر يربح أتشوف غذا ذا كخامي كي عود أرين فعن المجتمع أردي سيسن لهنا المجتمع أردي كرب ويني لندي خسارة كامل ذا النقصان ذي الدين يخدم لنشتاقي كلش كرب وين ديك وين ندير ذي الدين يقرأ اقرأ كان أيت مثلا أغجى يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أغجى يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.